كل عام وانتم بألف خير يا رب، ينعاد عليكم بالخير والصحة والبركة والسلامة والأمن والأمان إن شاء الله يا ربي لكل المحافظات العراقية. حلقة جديدة ومتجددة من برنامج اربح مع آسيا سل من محافظة صلاح الدين وتحديدا من مدينة تكريت الحبيبة مع أهلنا وناسنا الطيبين. إن شاء الله يا ربي دوم الأفراح والسعادة عليهم وعلى وجوههم، وإن شاء الله ويانا دائما فرحانين. هدايا إن شاء الله حلوة وتليق بيهم من شركة آسيا سل راح نقدمها اليوم. من اللي راح يربح من اللي ما راح يربح؟ أكيد الكل ربحان مع قناة الرشيد الفضائية ومع آسيا سل، وأربح مع آسيا تعالي. وكل كادر راح يكون معكم مع اغلب المحافظات العراقيه ومع عوائلنا الكرام بمناسبه عيد الفطر. فكل عام وانتم بالف خير، واول عائله ويانا كل عام وانتم بخير. بالف خير يا قلبي، صحه وسلامه. نعاد عليك ابو مصطفى، عمر ابو مصطفى. من وياك؟ امك؟ والدتك؟ ام عمر. ام عمر انا ادري على راسي. الله طيب. الرشا بنتي بامريكا. اي والله، وزوجها وجهالها. اي والله انت بألف خير. لا لا ما يرجع. لا احنا نتمنى كل اللي خارج العراق يرجعوا لنا. انتم في برنامج اربح مع آسيا سل، اربعتكم تشتركون بالجواب على السؤال. اذا جاوبتوا على السؤال راح تربحون جهاز ماي فاي مقدم من شركه آسيا ومن خلال قناه الرشيد الفضائيه. متفقين؟ جاهزين؟ جاهزين. ماكو مشاكل فيها؟ اي مشكله ماكو؟ ليش مشاكل؟ اول مشاكل نعرفها قدام. اها يلا يلا. خافون خافون؟ لا 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 شاركنا ان شاء الله. يلا ماكو شيء. يلا هذا المايك بيكم، شاركوا تقربوا على بعض. السؤال يقول خطوطكم آسيا؟ نعم آسيا. آسيا جيد. السؤال هو بما يخص خدمة آسيا سل الانترنت. السؤال يقول ما هي أسعار باقات انترنت بلا حدود لشركة آسيا؟ عندنا اليومي، عندنا الأسبوعي، وكذلك الشهري. الأسعار تعرفوها؟ نعم. يلا. أنا أول شيء صاحب موبايلات، فأكيد كل شيء أعرف لازم. بقت الأسئلة قبلك. ها والله بالله. زين. لا 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 ليش ليش لا لا بس. دقيقة دقيقة دقيقة. المايك. خلنا نشوف زوجتك على معلومات من عندك ولا. يلا اثنيناتكم شاركوا. قولوا لي اليوم بيش الانترنت 2000؟ قرب المايك. 2000؟ 2000؟ ايه. اول جواب صحيح. الاسبوع يمكن 8. ما عليك. انا اسوي مشاكل. 7.5. لا واحدة هي شوية. 8. الجواب الثاني صحيح. ثالث شيء. الثالث؟ اللي هو شهر بيش. 30 35. راح تفوز تعيدون بين من حضركم الجائزة. عايد أمي أقول كل عام أنت بخير إن شاء الله صحة وعافية. عايد حماتي بأمريكا أقول كل عام أنت بخير إن شاء الله صحة وسلامة. أحب عايد أهلي ببلد أقول لهم كل عام أنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. وعايد أخواتي. بس أنت معايدك بسرعة. عايد شعب العراق اجمعين، وعايد خاصة العراق باجمع باطيافة سنة وشيعة، كله ماكو فرق بين سنة وشيعة، كلنا عراق ان شاء الله. حياتي لكم كل العراق فعلا. وهدية مقدمة من شركة آسيا سل ومن برنامج اربح مع آسيا، هي جهاز ماي فايف يستقبل 10 اجهزة في وقت واحد. احنا ما نريد نسبع المعلومة حتى لا الكل يعرفوها. مبروك عليكم ونورتونا وتحياتي لكم. اذا مستمرين مع فقرة وأسئلة آسيا سل وأربح مع آسيا، خلينا نشوف عائلة راح تربح. بس
مستمرين مشاهدينا ومتابعينا ومع عوائلنا الكرام في مدينة صلاح الدين وتكريت العزيزة ومن مدينة ألعاب دريملاند. دريملاند إذا الكل موجودة وعوائلنا ربي يحفظهم ويخليهم. ما شاء الله أجمل ملقى تلقونا به أني وكادر قناة رشيد الفضائية، ما شاء الله عليهم. إذا دائما جمهور قناة رشيد في كل مكان، وهذا أكيد شيء يفرحنا ويسعدنا ويانا عائلة ثانية. بخير. انت بخير، صحة وسلامة، الله يسلمك، الله يعافيك، والشعب العراقي جميعا بخير ان شاء الله يا رب دائما ان شاء الله. ام حمودي. ام حمودي، حمودي وين؟ ما هنا انا بربيل. بربيل؟ ابو حمودي وين؟ ما هنا انا بربيل. بربيل؟ هل تروحون يوم بربيل؟ لا شعبنا بربيل بس هم يتونسون. بس هم وانتم بتونسون وياهم؟ لا هنا نتونس. هنا؟ لا احسن. ان شاء الله. هنا احسن. لا لا ما ندري على غفلة. اهلا بكم. منورتونا. انت في برنامج اربح مع اسيا سيل من قناه رشيد الفضائيه، راح اسال سؤال اذا جاوبت عليه راح تربحين جهاز هو ماي فاي. اذا سهل نجاوب بس اذا صعب ما نجاوب. هذا المايك لك ان شاء الله. يلا ساعديها لامك. يلا والانترنت انا كلش معك. ايه جهاز ماي فاي في الانترنت. جهاز ايه هذا حلو. هذا الجهاز متوفر في الاسواق لدى وكلاء اساس الرئيسيين والفرعيين. ايه هذا الجهاز كم موبايل ممكن انه يكنك عليه في آن واحد؟ والله احنا عندنا كانك يمكن 10 7 8 10 احنا مكنكين عليه. 10 عندنا هذا البيت. 10 جواب صحيح وصفتونا شباب. فعلا 10 ومبروك عليكم. هذا ممكن يكنك عليه 10 شكرا. اشكرك رحمه لوالديك وعيدكم سعيد وكل عام وانتم بخير ان شاء الله والشعب العراقي بخير والامن والامان للعراقيين. ولك شكرا. تعال اشطح كيف ساره. ساره خامس. خامس داي. نجحتي. ايه ان شاء الله راح تروحين السادس. ان شاء الله. ان شاء الله. تحياتي لكم ولك ان شاء الله. تحياتنا لابو ساره. الله يسلمك الله يعافيك ان شاء الله. شكرا رحمه الله. مستمرين مشاهدينا ومتابعينا مع فقرات اربح مع اسسل، وخلينا نشوف من اللي راح يربح ويانا. ومثل ما قلناها في بدايه حلقتنا ما ويانا خسران. تعالوا إذن مستمرين مشاهدينا ومتابعينا مع أربح ويا آسي، لكن شعر بنات وين ولي وين أبات؟ راح أبات بصلاح الدين اليوم. يلا كل عام وانتم بخير. أنت بخير. تحياتي لكم برنامج أربح مع آسي سم. أهلا وسهلا بك. كل الهلا بكم. رشيد الفضائية. أم إيش؟ أم علي. أم علي. كل عام وانتم بخير. حابة وانت نهني كل الشعب العراقي وان شاء الله دوم السلامه والامان ان شاء الله يا رب دائما وتظل محافظ صلاح الدين بخير وسلامه. بيكم طبعا البركه بيكم. تسلم ريتك طيب. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. رواء. رواء بخير صحه وسلامه. الله يسلمك. شو اسمك؟ علي. علاوي. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. سلامه. كنت تربح ان شاء الله. يعني اكيد ان شاء الله احنا نتابعكم دائما. اكيد شرف لنا. يلا اهلا وسهلا. ام علي. ام علي. ام علي السؤال يقول صعب انت تسهل ان شاء الله. ان شاء الله سهل لكم. ما هي فئات بطاقات تعبئه الانترنت لشركه اسيا؟ يعني اكو 5 ميجا بايت شهري صالحه لمده ايش قد؟ ال 5 ميجا بايت صالحه لمده احنا ما نعبي 25 صالحه لمده شهر. جواب صحيح. شهر لمده 30 يوم. زين 4 ميجا بايت صالحه لمده ايش قد؟ يمكن اسبوع. اسبوع 10 ايام. 10 ايام. تسلم ريتك. فعلا جواب صحيح. ربحت جهاز ماي فاي مقدم من شركه اسيا سيل من خلال برنامج اربح مع اسيا من قناه. شكرا. الله يخليكم. تسلم ريتك طيب وكل سنه وكل عام وانتم بخير وسلامه. بألف خير. الله يسلمك. الله يخليك. يمكنك عليه 10 تليفونات في وقت واحد ان شاء الله. لكم منورتونا. الله يسلمك واهلا بك بصلاح الدين. القلبش ربي يحفظك يوم. كلها نورتونا. اذا عوائل كثيره تعالوا 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 كل الشارك. الكل الكل ان شاء الله شارك ويانا. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير واهلا وسهلا بك بصلاح الدين.
وكل عام وانتم بألف خير، والشعب العراقي ان شاء الله كله بألف خير والصحه والسلامه وتحقيق الامان ان شاء الله على العراقيين اجمعين. اهلا وسهلا بكم بتكريت وبصلاح الدين، والف هلا بكم. ام اوس سراب حاتم هلا بحاتم. صيحت ليش صيح؟ ام اوس هذا المايك فيدج في برنامج اربح مع اسيا سلو ان شاء الله. عندك اسئله؟ اي اذا جاوبتي عليها راح تربحين جهاز ماي فاي مقدم من برنامج اربح مع اسيا. سؤال يقول سافرتي خارج العراق ولا لا؟ لا. زين زوجك احد من اقاربك سافر واشترك في خدمه اسيا سلو خارج العراق وعندك معلومات؟ ما عندك معلومات؟ لا. راح اسال بس يعني شويه ان شاء الله. سؤال يقول ما هي اسعار باقات الانترنت للتجوال لشركه اسيا سلو؟ اذكر واحده عندك 1 جيجا بايت خارج العراق بيش قد سعره تعرفين؟ 10. خارج العراق غالي اغلى من 1 جيجا بيش قد سعره خارج العراق؟ من انت عندك تليفون اسيا بالدولارات بالعراقي قد دولار الواحد بالعراقي قد قد كم الف؟ يعني قد 50000 45 30 20000 شويه اقل 40 40 فعلا 45 وجوابهم صحيح ان شاء الله. وايضا عندنا 25 500 ميجا بايت 25000 وعندنا 250 ميجا بايت ب 15000 هاي خارج العراق التسعيره حتى الكل يعرفوها انتم تعرفوها ان شاء الله. اهلنا الناس اللي في صلاح الدين وكل اللي يشاهدونا من خلال قناه رشيد الفضائيه ايضا يعرفون هاي المعلومه. مبروك عليكم جهاز اشكرك ماي فاي مقدم. واحنا احلى هديه ان اشتركنا وياكم وكل عام وانتم بألف خير وحياكم الله بصلاح الدين وبتكريت. هديتنا بشوفتكم بشوفة عوائلنا الكرام وناسنا واهلنا الطيبين من صلاح الدين اهل المضياف. الله يخليكم ربي يجزاكم خير وبركه دائما وابدا. ورحمة الله والديكم. تحياتنا لكم نورتونا. اذا مستمرين مع عوائلنا الكرام تعال كل الهلا بكم كل الهلا كل الهلا. رمضان كريم حبيبي علينا وعليك نعاد بالخير والسلامه وانت بألف خير. انا برامج قناه الرشيد والله ورد من بدايه رمضان ولحد لا احنا متابعيك خاصه انت تحيه لك حبيبي الغالي والله كلها مال المولات ومال ياس خضر وكلها اي والله الله يحفظك حبيبي انت النور جيتك نور لنا حبيبي ابو اوس ابو اوس اليوم العشاء يمك يعني على راسي انت والكادر والكل والله بدون مجامله حبيبي حبيبي ابو اوس هاي ميار شو اسمك؟ ميار يا صف الدين ثالث هلا بالشاطره شو اسمك انت؟ ملاك ملاك شو اسمك انت؟ اوس ابو اوس حافظين حافظين شيء؟ هي قصيده وايد قصائد صدق قصائد؟ اي والله البرنامج ما يسمح هاي يعد ان شاء الله بالحلقات كل ما مو نطاح وعد حياك الله حياك الله حياك الله حبيبي برنامج اربح مع اسيا نعم عندنا اربع اسئله اي اعطيك سؤال واحد اذا جاوبت عليه راح تربح هذا المايك لك ان شاء الله السؤال يقول ما هي اسعار باقات الانترنت بلا حدود لشركه اسيا سيل بلا حدود اي اكو يومي اسبوعي اكو شهري اسبوعي يومي وشهري نعم تعرفها خطك اسيا اي خطي اسيا نعم يعني تعرفها لازم اي اكيد نعم الشهري 5 شهري 30000 غلط مو احنا عندنا خدمات تجي خدمات خطوط وخطوط احنا ما عليه اوكي اوكي المتعارف عليه الاسبوعي بسبعة ونص والشهري اسبوعي 8 اي والشهري ب 20 لا اكثر من 30 35 35 نعم واليومي اليومي 2000 دينار 2000 دينار فعلا جوابك صحيح ابو اوس ابو اوس نعم ابو اوس ومبروك عليك ربحت فيانا جهاز اللي هو ماي فاي مقدم ربحتنا جيتك ليجا انت والقناه على راسنا حبيبي الغالي ربي يحفظك ويحفظ الجميع اشكرك واكيد حاب تعايد احد حياك الله والله نعايد الشعب العراقي كله وان شاء الله الامن والامان والسلام على كل الشعب العراقي ونشرف بجيتكم حياك الله حبيبي حبيبي ماي باي هلا اذا مشاهدينا مستمرين مع عوائلنا خلينا نغير مكاننا الكل يشاركون عوائلنا الكرام الكل يشاركون لكن خلينا نغير مكاننا واربح مع اسيا فرحتونا وبلادية هديتونا بيكم نتفاخر بدروب
دريم لاند من صلاح الدين، مدينة الأحلام ومدينة الجمال، ومع ناسنا وأهلنا الطيبين، وأربح مع آسيا سيل، أربح مع آسيا سيل، ما عجبتوني، أربح مع آسيا سيل. مضبوط، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير، ان شاء الله الصحة والعافية يا ربي لبلدنا، وان شاء الله آمنة ان شاء الله بكل سنة وكل عام. ان شاء الله البركة بيكم. أم بيكم ان شاء الله. أم علي. أم علي، ان شاء الله الصحة. الحمد لله، لا أنا رجب، الأصغر من بعد. رجب. رجب تحياتنا لك، كل عام وانتم بخير. وانت بخير، ان شاء الله الصحة والعافية والحياة السعيدة يا رب. ان شاء الله يا رب. اليوم انتم مع برنامج اربح مع آسيا سيل مقالات رشيد الفضائيه، هدايا جايبين لكم. اهلا وسهلا. اذا جاوبتوا على سؤال راح تربحون، واذا ما جاوبتوا راح نحاول نساعدكم، واذا ما جاوبتوا راح نقول لكم في يوم الله ان شاء الله. ان شاء الله. هذا المايك لكم، والسؤال اللي يقول من برنامج اربح مع آسيا هو: ما هي اسعار بطاقات انترنت بلا حدود لشركه آسيا سيل؟ اكو يومي اسبوعي تعرف ان شاء الله. اليوم 2000 دينار. اليوم 2000. إيه، والاسبوعي 5000. متأكد؟ إن شاء الله. غلط. لا متأكد. الأسبوعي مو 5000. لا 5000. 8000. والشهري 5000. الشهر إيش قد؟ 5000. صفقوا لنا الحجية. أمك أحسن من عندك من جواب. أرضى. لازم تكلنا شهري. إيه إيه. كلنا شهري. اي اي شهر خدمة يوم بدع 2000 فدوة تدلل. ربحت جهاز ماي فاي مقدم من شركة آسيا سيل، ومن خلال برنامج اربح مع آسيا. الله والديك ان شاء الله متعافين، ودايما ان شاء الله بالصحة والعافية يا رب لكم، وان شاء الله جميع بلدنا بالخير والعافية يا رب. ان شاء الله وناس صلاح الدين الطيبين. الله والديك ان شاء الله. نحب نشكركم ونشكر قناتكم الرشيد ان شاء الله الفضائيه، ونقول بزود هاي القوات الامنيه يعني تحفظ هاي المنطقه، وبزود الحشد الشعبي، وبزود الدفاع كل قوات الامنيه ان شاء الله يا رب. ونحب نعايدهم بهاي الفرحه الجميله يا رب. كل عام وانتم بخير. اذا مشاهدينا عوائل كثيره، وتعالوا هلا بيكم، او لا مو هلا بيكم، كل الهلا بيكم واكثر بالوياكم. يقولون كل الهلا بيك واكثر بالوياك، والقلب فز تلقاك. شو اسمه؟ ملاك. يعني وقت البرنامج يخلص ما يخلص هاي المايك. هاي الاسئله ليش ابو حجيب؟ هو انا اليوم بكت تعال ملاك. من صلاح الدين ومن تكريت تحديدا البتشي بنية من أهل تكريت. وين المايك؟ صفقولها صفقولها. مع البنات على الصفقة على الرقص على الموسيقى. شبيك؟ ربي يحفظها ويخليها ويبارك بيها. بما أنه يلا يلا صفقولها النوخ. يابا صفقولها آخر مرة. يلا يلا آخر مرة بعد ما في صمت. يلا أربح مع آسيا سيل قناة رشيد الفضائية، هدايا من آسيا. سؤال يقول: ما هي أسعار باقات إنترنت للتجوال أو لا خلي غير سؤال، ما هي فئات بطاقات تعبئة الإنترنت لشركة آسيا؟ فئات بطاقات تعبئة الإنترنت لشركة آسيا. 500 ميجا بايت شهري، 30 يوم. 30 يوم صحيح. 4 ميجا بايت. صالح لمدة كم؟ 10 ايام. صالح لمدة شهر. فعلا 10 ايام. فعلا جواب صحيح. مبروك عليكم جائزة ماي فاي. احب عايد الشعب العراقي كله، وكل عام وانتم بخير، والله يحفظ القوات الامنية بصنوفة، والله يحفظكم على هال ابو ملاك. ملاك. وانت بألف خير، الصحة والعافية للأهل والناس كلهم والشعب العراقي كله أكيد. يعني بلدنا بوجودكم وبوجود ناسنا الطيبين من أهالي صلاح الدين وكل المحافظات العراقية، تحياتنا لكم، نورتونا. إذا مشاهدينا ومتابعين مع عوائلنا الكرام وحبايبنا، خلينا نغير مكاننا، اربح مع أهالي صلاح الدين الابطال. كل الهلا وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، صحه وعافيه وامن وامان. كل الهلا ابو حسين. ابو حسين الغالي يحبكم. الحمد لله، الله يسلمك، انت بخير يا رب، صحه وسلامه والامن والامان على عراقنا الحبيب يا ربي. وين حسين؟ ويا اخوته دا يلعب. اياه تجي.
على ابو خدود تعال. ابو خدود شلونك؟ بس قولي تحبي التشريب لو لا؟ لا. ما تحبي التشريب؟ يلا روح يا امك خل احكي يا ابوك. ابو يحب التشريب. اي اه خصوصا الى اليمين. اي كلها لذيذة. آه يلا اربح مع اسسل سؤال راح نوجهه لكم اذا عرفتوه راح تربحون جائزه. نعم. عندنا جائزه هي جهاز ماي فاي مقدم من شركه اسسل. نعم. هذا الجهاز تكنك عليه بالتليفون، كم جهاز ممكن يستقبل في وقت واحد يكنكون عليه؟ 10. 10. اذا غلط تخسرون. نعم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. للاسف يعني كان مجي اربحكم ويانا طلع جوابكم صحيح وصفقوا له. ربحت جهاز ماي فاي مقدم من شركه اسهم قناه رشيد فضائي من برنامج اربع معانا. الله يسلمك ان شاء الله. امن وامان ان شاء الله للعراق كله من شماله الى جنوبه. ان شاء الله يا رب. الله يسلمك. تسلم عيني رحم الله والدي. يا رب ان شاء الله دوم متالق ويا رب الامن والامان على عراقنا الحبيب. ورب يحفظ كل العوائل العراقيه. حاليا احنا محاور صلاح الدين، نقول في صلاح الدين وكل عام هم بالف خير. ومن يشارك شاركون. اوكي خلينا نغير المكان، خلينا نغير المكان، خلينا نغير المكان. اذا مستمرين مع اربح مع اسسل اخر مره واربح مع اسسل. اربح مع اساسين. مع منو؟ اساسين. اساسين خطش اساسين خصبري. اي حلو. أكيد. كل عام وانت بخير. وانت بخير. وانت بألف خير اجمعين ان شاء الله. ام ياسين. ياسين وين ياسين؟ ياسين شو الصحه؟ والله الحمد لله. بارك. الحمد لله بخير. بالبيت. بالبيت؟ ارجع ابو ياسين. ما يحب يعني الازدحام ولا هاي؟ اي عبالي بس ببغداد الازواج ما يحبون طلعوا هنا بصلاح الدين ما يحبون الازدحام. يلا تحياتنا لك. الله يسلمك. مع ترشيد الفضائي. اربح مع اسسل تربحون جهاز ان شاء الله ماي فاي. اذا عرفتيني ما هي اسعار باقات الانترنت بلا حدود لاسسل اليوم اسبوعي شهري؟ اليوم 2000. يوم 2000 صحيح. 2000 والاسبوع 8000. صحيح. وشهري 35000. والشهري للاسف غلط. علي شهري للاسف غلط. خسرتي ويانا اليوم اول عائله تخسر ويانا. حرام. لكن حبيت الشاقه وياكم ربحتي ويانا جائزه صفقونها. جهاز ماي فاي مقدم من شركه شكرا. اسيا من خلال برنامج اربح مع اسيا. واكيد حابه تعجب جميع اقاربك وناسك. طبعا اصدقائي واقاربي وصديقاتي اللي يشتغلون وياي بالمنظمه واهلي وامي وابوي. عام تبخير العراق ان شاء الله نصر الجميع من العراق. ايش رايك عندك؟ ايش سوالي شاي؟ الرسام. شنو هاي؟ تلفزيوني؟ صدق؟ يعني تلفزيوني؟ قولي مياو؟ مياو. صدق بزونه؟ انت هم بزونه؟ ايه. قولي مياو؟ مياو. لا تروحون تقولي بعد؟ مياو. قولي مياو يلا. مياو. ربي يحفظهم ويخليهم كل عام وانتم بخير. قول لنا نورتونا. اذا مشاهدينا خلينا نشوف عائله ثانيه. تعالوا كل هلا بيكم. كل هلا. كل هلا بيكم. كل عام انتم بخير صحه وسلامه. صلاح الدين. كل هلا. تعال يا ريمان. كل هلا ابو ايش؟ بعد جديد. مولان. زياد. نريمان. نريمان. زوجتي. زوجتي. بعدكم جدا عرفان. جدا. وصلتني شركة آسيا. حبيبي. آسيا سيال وقناة رشيد الفضائية وصوني. عرسان جدد يعني قبل يربحهم. لكن ايش كسركم زوجتي الخط صح حتى؟ شهرين هيس. شهرين؟ حبوبي عقب شهرين للزوجتي ما لي خير وخسر. يلا. أحلى صدقة لأحلى عرسان للكل. يلا صدقة. زين. زين وين لهم؟ واحد اثنين ثلاثة. هاي الهولة وهاي هدية من شركة اسسل من خلال قناة الرشيد الفضائية. لكن قبل ما تكون هدية حاب عايد أحد. والله أحب عايد أبوي وأمي وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وكل أصدقائي. أحب عايد وأقول كل عام وأنتم بخير إن شاء الله صحة وسلامة. بس شلون عرس من عمر محمد ومن قناة الرشيد؟ حلوة. واحسن من عرسكم؟ يعني
يعني حلوه حلوه اي حمد بزين معول على الجائزه كل الهلا. هذا جهاز ماي فايف حتى من برنامج اربح مع اساس. شكرا نورتونا في العام وانتم بالف خير. انتم بالف خير حبيبي. اذا مستمرين مع اربح مع اساس الخير. الكل دخل الكل خلف يشارك ويانا. كثير من العوائل اليوم على راسي على راسي دقيقه سبعه من بعد. تعالوا كل الهلا. كثير من العوائل موجوده في صلاح الدين استقبلت كادر قناه رشيد الفضائي حتى تشارك وياهم مع اربح مع اساس الخير. عاشت ايديكم. بخير. انت بخير والله يسلمك الجميع ان شاء الله. ام ليان يعني لو بعدكم عرسان ان شاء الله راح تدوبون. لا لا عاد ادري كان قلت لكم. لا اخوها ليان. نغم نغم هاي ليان. اي احب عايد الشعب العراقي واحب عايد عيالي بطوس خرمات واحب عايد زوجي الحبيب اللي هو قاعد بالبيت حاليا. ابو ليان ابو ليان قاعد بالبيت قاعد بالبيت. يعني ابو ليان ابو ليان ابو ليان ابو ليان ابو محمد تجي ابو يعني والله ما اعرف شلون ما انا هم نفس الشيء بيجون اهم شيء الناس ما تتونس. ها هي يلا بما ان نشوف السؤال الحين مع الربع على السؤال الثاني. سؤال يقول اسعار باقه الانترنت والجوال الدولي خارج العراق اكو 1 جيجا بايت ايش قد سعره؟ 45000. جوابك صحيح زين. واكو 250 عفوا 500 ميجا بايت اكو 20 لو 25000 لو 30000 25. صحيح الاخير 250 بايت ميجا بايت 10 ل 15 ل 20 الف 15. جوابك صحيح والله مبروك عليك. سلمي لنا على ابو ليان انا همشي سلمك. جهاز ماي فايف مقدم من شركه اساس رون برنامج اربح مع اساس. شكرا شكرا الله يسلمك ابو ليان. ما اريد اقول شيء اخاف يزعل. كل عام وانت بخير وان شاء الله الله يخليك لنا ويديمك ويديم بناتك. تكريت تكريت الحبيبة لمت الناس على الحب والحنان الحلوة لمتنا حبها بالقلب حبها بالقلب للموت ما ننساها رجعت ورجعت وياها هيبتنا ما سألت أحد عن الأصل بديوم أمنا أمنا وبحضنها سنين شالتنا ملاذ أصبحت ملاذ أصبحت أمن للي يجي من بعيد هي أمنا وأختنا وهي خالتنا. حب عذري حب عذري نحبها مو عشقها اليوم شبه مي شبه مي بالصيان هي شالتنا ما بي مصلحة حبنا إلها لا والله من بين المدن هي حبيبتنا تستاهل نكتب عليها الأشعار ونغني فرح ونعلي رايتنا. يا أم الوفا يا أم الوفا شما نحكي ما نوفيش حبك يا الحبيبة صارت غايتنا عراق عراقي وبس عراقي وبس بعد ما أقول أنا منين راح أبدي وأغير لقب جنسيتي ضد الطائفية وكل من يفرقون من ولدتني أمي وهاي تربيتي تكريتي أبويا وأمي من بغداد للقاسم وداني الدور سنيتي مو هذا العراق شلون فرقتو وجبتوا لي الدواعش فلشوا بيتي خوتي خوتي الحشمتهم جاني متحزمين هم الحرارة وتكريت غاليتي والحشد والجيش وجهاز إرهاب أنا ربيتهم وجحت تربيتي أنا ربيتهم وجحت تربيتي. يلا أوكي على السريع على السريع تحياتنا إليش كل هلا كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير تحقيق الاماني. ابو ايش؟ اني علي. ليش ما متزوج؟ ما متزوج. ليش ما متزوج؟ بعدني خالتي. خالتي زين الخاله مثل الام تعي هنا يمه. صير هناك. خاله مثل الام ابو ايش؟ ام شاكر. شاكر متزوج وعندك شاكر. اي الحمد لله. بعده جاهل طالب خي كمل. سادس. سادس اي يلحق خليه ياخذ الكليه. زوجي غريبه لو قرايب. لا قرايب. أنطي بنتي. أحلى خطوبة على الهواء مباشرة. خالصة تقول أنطي بنتي يعني ما ممكن تغيرين مباشرة على قناة رشيد شاهد علي. لا أبد. 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 أنت موافق؟ أبي يطلع ما موافق. لا موافق. آه. موافق. يقول ما زوج طلع موافق. لا موافق. أبي يرد يتزوج.
ربي يحفظك ويخليكم ان شاء الله بالرضا والبنين مقدما. حلو مشكور عين. من عن طريق برنامج اربع مع اسيا تتزوجون. يلا اذا تزوج فعلا هديتكم طالعه من عندنا. مشكور عين ان شاء الله. يلا اربع مع اسيا سل نرجع ايش اربع مع اسيا سل جهاز هذا التليفون بيد مايك بيدك خلوا بيناتكم. جاوبونا على السؤال التالي، ما هي اسعار باقات الانترنت بلا حدود الشهريه؟ يومي اسبوعي اليوم ب 2000 اي والاسبوعي ب 8000 صحيح والشهري ب 25 ولا 35؟ لا 25 25 للاسف 35 قبل ما اقول للاسف صحيح صدقونه ما عرف لا تطيب الكيش لا ابد شنو لابد؟ فشلنا قدام لا 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 بنتي إلى لا بد هذا المهر يلا عيد هذا جهاز ماي فاي مقدم من شركة آسيا من خلال برنامج أربع مع آسيا عايد كل شعب العراقي وأقول لكم كل عام وأنتم بخير صحة والسلامة ونعاد عليكم بالأمن والأمان يا ربي. تعرفين الحكي بيناتنا لا تستعمل خالتك كلمة تعايد. أنا عاد الشعب العراقي وقرايبي بعد وأهلي وهاي. مناسي أحد؟ لا لا. لا تعايد أحد منا. أعايدك. يا معود. ها؟ لا ماكو بس أبد؟ أبد. يعني ما تعايد قدام الكاميرا خلف الكواليس مو؟ يلا تحياتنا لكم. مشكور عليك. نورتونا مع عوائلنا الطيبين في صلاح الدين. ربي يحفظهم ويخليهم ويبارك فيهم كل عوائلنا الكرام بالعراق كافة بدون استثناء وتعالوا هلا بكم. كل عام وانتم بخير للعايدين ان شاء الله صحه سلامه ينعاد عليكم بالخير ان شاء الله الله يعيد عليكم بخير والعافيه ان شاء الله ابو احمد ابو احمد نعم عايد احد والله عايد كل العراقيين ان شاء الله اي عايد العراقيين كلهم عايد امي وابويا بيجي اي والله اي بيجي لا والله ما يجون ان شاء الله بعيد الامان ان شاء الله اذا جات راح تربحون يعني جهاز ماي فاي ان شاء الله هذا المايك لك وجهاز ماي فايف راح اسالكم عن الجهاز هذا الجهاز متوفر بكل اسواق اسيا سل المبيعات مراكز العامه والرئيسيه والفرعيه ممكن يكون عليه تليفونات كم جهاز ممكن يستقبل هذا الواي فاي الماي فاي 10 ما ادري 10 اكيد 10 اكيد 10 لو 5 10 اساعدكم 10 لو 5 10 5 5 قررت 10 لكن للاسف طلع جوابه غلط وجوابه صحيح. صدقونا خمسه. مبروك عليكم جهاز ماي فايف. شكرا جزيلا. مو الك. فرحتونا فرحتونا وبلادية اهديتونا فرحتونا فرحتونا وبلادية اهديتونا فيكم نتفاخر أربع مع آسيا سل من صلاح الدين وكل عام وانتم بألف خير وانت بألف خير ان شاء الله ومسجاد وانت بألف خير ان شاء الله على جميع العراقيين يا رب الله يسلمك الله يسلمك وانت بخير صحة وسلامة يا رب على جميع العراقيين سجاد مو يحيى يحيى سجاد وين سجاد هسه بس لا ضاع لا لا ما ضاع ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله امين يحفظ الشعب العراقي جميعا يا رب اربح مع اسيا سل اسئله اذا جاوبت عليه راح تربحون جهاز مقدم من اسيا سل هو ماي فاي ان شاء الله الجهاز هذا كم جهاز ممكن يكنك عليه يعني كم تليفون 10 بدري اعرف 10 10 لا 10 5 وداع لا 10 5 لو 10 10 ايش بدري قلت 5 لو 10 10 شنو القصه واحد يقول 5 لا صحيح 10 لا صحيح 10 10 فعلا جوابكم صحيح اربح الجهاز شركة آسيا من برنامج اربح مع آسيا من قناة رشيد الفضائية مبروك عليكم شكرا 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 تسلم لي ورحم الله والديك ونشكر هالقناة الكريمة على هاللقاء هذا رشيد ساعي فرح أهل الله يسلمك راح أنا الله يسلمك الله يخليك فرح للجميع العراقيين يا رب إن شاء الله نورتونا مستمرين خلونا واقفين مكاننا وخلتي العائلة
كل عام وانتم بخير. وانت بخير الصحه والسلامه. يسلمك حبيبي. اي نعم حياك. نعم ابو اسد وانت بألو خير حياتي صحه وسلامه ان شاء الله. هذا اسد. ماما اسد ايش فيك؟ يريد مي عطشان. مي جيبوا له مي. موجود عندنا زين. اسد اسد اي نعم. بعد بالطريق ان شاء الله. بالطريق على الثانيه. على الثانيه لا ثانيه. اسد أسد يعني أسد. لا مو كان كان عندنا بناتنا عهد تزوجني. هي عندها ثنان وثلاث ورباع. لا قالت لا. لا لا ما عندي متزوج اثنين. ها تزوجت واحد ابو متزوج اثنين يعني شو توقعين؟ ها انت شايف زوجة اسد يعني راجلها ما يخاف منها شلون يعني؟ يعني جوابها تقول اني ام اسد يعني اذا زار الاسد يخاف من الاول. قوية هاي يعني خزج الأسد. الوحيد هو الأسد اللي خاف من زوجته. الأسد هو ملك الغابة لكن يخاف من اللبو دائما. الشيء الوحيد اللي يخاف منه هو اللبو. صح. شنو رأيك أيها الشبل؟ شو تقول؟ ممكن يجيك شبل الله من غير لبو؟ قل له إيه. قل إيه. قل إيه. حبيبي يسلمك. الله يزوجك اثنين وثلاث. اللهم امين. ترى انا اخاف من الاسود ولا ما علي. تعالي هذه الكبرى ربي يحفظكم. الله يسلمك. وين تكون دائما؟ حابت عايدين احد؟ طبعا انا عايد اهلي واحبابي وكل اهلي اللي ببغداد ان شاء الله يوصل والعراق. هي طبعا عمي. هي عمي وعمتي. لا 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 ما يزيد هذا هو. اي هذا هو. والله هو يريد يتزوج وناوي ان شاء الله بعون الله الزوجة الثالثة. اعيد اكيد. اي طبعا. اريد اخوان النوم. من حق سنة لك يعني. اي حق. اسلمك. طيب سؤال واحد. يقول السؤال. ما هي فئات بطاقات تعبئة الانترنت لشركة اسيا؟ اكو 5 ميجا بايت. شهري صالح لمده 5 ميجا بايت مده يوم لان احنا نشترك دائما باسيا سين امال 25 500 ميجا بايت 12 ساعه 150 رساله مجانيه. هذا الاشتراك احنا مستمرين مع اسيا سين. 5 ميجا بايت شهري يعني صالح لمده كم يوم؟ 30 يوم. 30 يوم صحيح. كل 4 ميجا بايت صالح لمده كم؟ اسبوع. اكثر شوي؟ لا شهر و 10 ايام. 10 ايام؟ عشرة. شوف اذا جابني صح جاب صحيح. انا ايده اذا جابني 10 10 انت قلتي 10. هو بالاشتراك فهو يعرف اكثر من عندي. 10 ها يعني حتى ما تتزوج الثانيه. جابكم صح. جابكم صحيح. ربحت جائزه مقدمه من شركه ازترون. برنامج اربح مع اسيا سين. ما شاء الله عليكم. اربح مع اسيا سين. لا هي واحد. اربح مع اسيا سين الاعلى. هو اللي مسيطر على الوضعيه. اربح مع اسيا سين يعني معناه ماكو زواج. خلينا نشوف اكو زواج لو لا. اربح مع اسيا سين. روح الزواج 5. حبيبي الله يسلمك. اللهم الحب الامان الامن والامان للعراق كله ان شاء الله. ونعايد كل اخوتنا واعمامنا في الخارج وان شاء الله ما يضل تفجيرات وهذا الشيء. ونحب ان شاء الله الامن والامان للكل. الله ان شاء الله. امين. احدين اهل الملكه واهل كرم واهل طيب. ربي يحفظكم ويخليكم. نورتونا. تحياتنا لكم اختي. تحياتنا لك. اذا مشاهدينا ومتابعيناكم مشتركين حابين يعيدون. يلا حابين يعيدون. كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا بكم. اي بس جينا نعايد ومشاركه بس. الاسم رنده. والله اعيد الشعب العراقي كله واقول لهم كل عام وانتم بخير وان شاء الله الصحه والموفقيه. واعايد خوالي اللي بالانبار صار لي 5 سنين ما شايفتهم. واليوم مناسبه عيد ميلادي. احب انه اهني امي واقول لها يا ام يا احلى ام بالدنيا كلها. اي واقول لها يا احلى ام بالدنيا كلها. واتمنى الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة
هي أغلى من روحي ودمي. أتمنى لها الصحة والعافية وتحقيق أمنياتها، والله يستر عليها ويعافيها ويستر على أم بنات يعني العراقيات كلها. يا ربي خليكي يا أمي. أحلى صفقة. يلا من صلاح الدين ومن مدينة الألعاب نحتفل بأجمل عيد ميلاد لأرقى بنية، ربي يحفظها إليك ويخليك. الله يخليكم ويخلي أولادنا كلهم الشباب والشابات إن شاء الله ويستر عليهم إن شاء الله. الله يسلمك. معجبة كلش ببرنامجكم، حظك بيدك ما حد يفيدك، كل الشهر أني أتابعه وإن شاء الله ربي يوفقكم بالتألق الأكثر إن شاء الله يا رب. نشرف فيكم. اذا مشاهدينا ومتابعينا كنا نتمنى ان نبقى اكثر مع هاي الناس والوجوه الطيبه، لكن هذا ما يسمح به وقت البرنامج. من صلاح الدين من تكريت وربي يحفظهم دائما، دعواتنا لكل العراقيين ربي يحفظ العراقيين بكل المحافظات العراقيه، لكن هذا المكان الجميل وهذا الطيب مو هاي اخر جايه لنا، دائما وابدا ان شاء الله قناه الرشيد الفضائيه راح تزور اهلها وناس ناسها في تكريت. إذا نقول لهم في ختام حلقتنا كل عام وأنتم بألف خير، انتظرونا إن شاء الله في حلقات قادمة وبرامج أخرى في صلاح الدين وفي تكريت، وتصبحون على ألف خير ودائما وأبدا في برنامج اربح مع اربح مع تحياتي لكم. عمر محمد وفي الإخراج محمد حبوبي والمصور عمر وأحمد، تصبحون على ألف خير.